السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت ندير معكم خبز الكوشه. كما راكم تلاحظوا المكونات اللي نحتاجهم، عندي هنا كاس تاع حليب يكون دافي، عندي ربع كاس تاع زيت، عندي ملح، عندي نحتاج مغرفه صغيره تاع خميره كما هي، فارينه لجمع الخليط، عندي مغرفه كبيره تاع سكر، مغرفه كبيره تاع خميره، وحبه بيض. انا هنا راح عندي المكونات، راح نعجنهم في البيترا. انا راكم فرغ كاس الحليب تاعي، نفرغ الخميرة والسكر، نخلطهم شوية ونغطيهم نخليهم يتفاعلوا، وبعد ذلك نكمل معاهم. هنا بعد ما خليت الخميرة تاعي مع الحليب والسكر تفاعلت، نضيف حبة تاع البيض. نضيف الزيت، نضيف الفارينة، انا راكب البيترا تاعي. انا هنا راني درت غيرت هنا نضيف غرفة صغيرة تاع خميرة تاع الحليب، نضيف الفارينة حتى هذاك تمني العجينة، نضيف هنا انا الملح، وكون ندير الملح ونرجع. الله عليكم. انا العجينه تاعي اللي تحصلت عليها تكون طريه، هذا وانا حبستها من البيترا، دونك ندير لها شويه زيت نحاول نجمعها بيدي جيدا. بعد ما درت الزيت وطميتها جيدا كما راكم تلاحظوا، دونك نغطيها ونخليها تخمر اطول مده ممكنه، بعدها نجي نكمل معكم. هاي لكم العجينة تاعي بعد ما خليتها خمرت. ها هنا انا درت الفارينة في البلونط طرافاي تاعي، دوكا انا نهبط العجينة تاعي يعني ندي غازيها ونكمل. نقطعها كور تكون متساوية، شكل الكور ونغطيهم وبعدها نكمل معاكم. هنا بعد ما كورتهم درتهم كور، انا خديت الكره الاولى وهذوك غطيتهم باش ما يبسوليش، نحلها السمك تاعها 1 سنتيم، انا نحلها. هنا بعد ما كورتها نقطعها على 4 كما راكم تلاحظوا، ما نوصلش حتى للنص، وبعد كل جزء نزيد نقسمه بهذه الطريقة. أنا كمل بعد ما قطعتها على 4 كل جزء قطعته وشكلتها شكل وردة. دوك أنا نديرها في البلا، البلا تاعي دهنتو بالزيت بنفس الطريقة، نكمل الحبات كامل. هنا راني بعد ما خمروا لي أنا درت لهم البيض من فوق ودرت لهم السينوج كما راك تلاحظوا، وكان الفرن تاعي راه شاعل دوك باسكو كنت شعلته من قبيله وسخون، دوك طول ندخل الخبز تاعي بعد ما يطيب راني نوريكم شكله النهائي. هاوليكم انا الخبز تاعي بعد ما طاب، هاو الشكل تاعو هذا، يعني نحيته ومازال سخون كما راكم تلاحظوا.
هذه بقات لي عده صغيره، عجينه صغيره ما بغيتش نرميها، درتها على هذا الشكل. يعني شوف كيفاش جا طري، نقسمها معاكم. هاوليكم الخبز تاعي كيفاش جا، هشوش وطري. ها يعني اتمنى الصوره تكون واضحه. كان هذا الفيديو تاعي تاع اليوم، شكرا على اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده، اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه اعطوكم اشتراك بها، وانتظروا فيديو اخر. تنتظر على تلاقوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.